دايما كنا افلام زمان كده الثمانينيات تحديدا نشوف الممثلين بيلعبوا في النوادي كروكي يعني بالظبط. لا وفنانه الهام شاهين والفنان عادل امام دايما وفنانه يسرى كان في الافلام المختلفه. فعايزين نعرف اكتر عن هذه الرياضه وبتتحسب النقاط ازاي وهتتلعب فردي ولا جماعي يعني خلينا نعرف من حضرتك. في الاول طبعا ارحب بحضرتكم ويعني اشكركم على الدعوه الجميله ديت. الحاجه الثانيه طبعا هو الكروكيه زي اي رياضه في ممارسه وفي منافسه. الممارسه اي حد بيلعب لكن المنافسه بيبقى محتاجه قدرات خاصه، محتاجه دقه تصويب، محتاجه اعصاب، محتاجه لياقه بدنيه. موضوع مش سهل زي ما دلوقتي زي ما حضرتك تفضلت وقلت من شويه، الموضوع مش سهل كده زي الناس ما بتبقى متخيله. هو طبعا بيبقى محتاج مجموعه تمرينات ومجموعه مهارات علشان يوصل بالمستوى الفني بتاعه ان هو يقدر يكسب الماتشات. هي كمان مرتبطه ذهنيا عند كتير من الناس بان هي رياضه بيمارسها الاكبر سنا. هو ده فعلا ده يعني مقوله خاطئه معروفه عن الكروكيه من فتره كبيره. فرصه كويس نصلحها بقى من خلال بالظبط كده. هي الكروكيه نشات في بداياتها في انديه عريقه زي انديه هليوبليس وانديه الجزيره وانديه سبورتنج، والانديه دي كانت الـ 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 السن الكبير دايما بيبقى متواجد فيها. هي البدايه كانت من خلال وجود الانجليز تحديدا. بالظبط كده. هي دخلت طبعا مع الانجليز، هي لعبه اساسا فرنسويه. دخلت مع الانجليز وبدات عندنا هنا في سنه 67. يعني اول اتحاد نشا للكروكيه كان سنه 67 بقياده الاستاذ احمد حمروش، وبعد كده الموضوع تطور. كنا بنلعب بطولات محليه بس لغايه سنه 96 بدانا نلعب بطولات عالميه وبدانا نتفتح على العالم الخارجي. اللعبه باختصار بتتلعب في ملعب مستطيل اخضر مساحته 28 متر في 30 في 32 متر، بيبقى فيه ست اقواس او ست اجوان. الست اجوان دول بيتدخل فيهم من ترتيب معين، كره واحده بس اللي بتخش، بيبقى فيه اربع كور بتتلعب. الاربع كور بيبقى لهم ترتيب معين بالوان معينه، ازرق احمر اسود اصفر. ازرق او اسود ده فريق، احمر واصفر الفريق الاخر. كره بتتلعب من عند الفريق ده مع كره بتلعب من الفريق ده، يعني ازرق يلعب بعد كده احمر، اسود يلعب بعد كده اصفر. ومجرد ما نقطه كره واحده تخش في القوس بتحسب نقطه لصاحب الكورتين اذا كانت حمراء او صفراء او الزرقاء والسوداء. هو عشان تدخل في القوس دي بتبقى يعني ضربه واحده ولا ليه كذا ضربه؟ هو احنا زي يعني عشان ابسطها للمشاهد هي زي الكوره. انا الكوره ما باخدش الكوره من عند جوني، بصوب على جون الخصم على طول. تمام. ببدا اعمل عمليه دريبل او بباصي لغايه لما بوصل عند مكان مناسب عند الخصم، ومن المكان المناسب ده ببدا اعمل التصويب. ما ده يخليها برضو فيها شيء من الجولف الى حد ما. هي بالظبط كده فكره تقريب الكوره للهدف اللي المفروض بالظبط كده. بس هي الجولف الكوره بتقع في حفره طبعا. الكروكيه الكوره بتخش في زي جون كده اهوت مستطيل ناقص ضلع، الضلع بتاعه في الارض. ده عايز مواصفات معينة بدنية أو يعني للرياضي نفسه أو اللاعب نفسه؟ بص حضرتك يعني هو اللعيب التركيز بتهيألي أساس اللعبة كمان. طبعا هو طبعا التركيز والدقة ده شيء أساسي والأعصاب. وبعدين هي بتبقى محتاج برضو لياقة بدنية، يعني هو ممكن اللعيب في المباراة الواحدة بيمشي من 12 ل 13 كيلو مشي. طبعا هو ما بيحسش بيهم، بس طبعا هو بيلعب بيقف شويه بيلعب الكره بتاعته الخصم بيلعب فهو بيبقى منتظر، فهو بيبقى بيمشي 12 13 كيلو من غير ما احنا قلنا ان